الزول مقران مرحبا إسوان، تحية كبيرة 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 إلى الشوية الحلا، إلى الشوية الأحرار. أغنيات من عند تراث الشوي، باتنا خنشلة من البواغي، قسنطينة، عنابة، سوق هراس، قلمة،
تحية كبيرة 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 إلى الشوية من طم الراس حتى تبسة. ما نساوش كل إخواننا الأمازيغ كامل، قبائل توارق شناوة إتسيتيرا. سي تخي بون شونسون، تخي تخي بيل شونسون. ألوغ سي أون شونسون قديمة خلاص، جو مسوبيان. كيسكي يدي في لا شونسون هادي يا ربي؟ بيت السهران وكي البرانية، الله الله يا دليلة، يا ودك النوم كي رقتي، ودك النوم ورقتي، يا وصباح الخير كيف تنطي. C'est une très très belle chanson, chantée par plusieurs, hein, plusieurs mots, je regarde l'accord. Sifu que je salue et au Kamel les chanteurs Chawiya. Alors, Kam bzaf le mouadir, les rachin kil alihum, bzaf le mouadir, mais bdit bwahd le sujet, batouli, thani, hbabin, ktakhir kom yati kom saha, à chaque fois où il y aurait des informations, y batouli. Et on va en discuter sur l'école. L'école sera mshkul. الخطا اللي فات صرا مشكل في باتنا، من بعد صرا مشكل في قالما، من بعد صرا مشكل في وهران، ومن بعد اليوم وين صرا مشكل في براقي. يامس ولا اليوم صرا مشكل في براقي، يقولوا باللي كان طفله في السرام تعرض الى العنف من طرف مين؟ من طرف المراقبه. هما يكزيو في المراقبه والمراقبين اللي الطفله هذه عندها قصور على حساب والديها وعلى منا. مي سامبلومون انا ما قدرتش باش نتصل بالجهه الثانيه، باسكو كان الجهه الاولى اللي تكلمت هو نورمالمون، باش نتفاهموا نكونوا شويه صراحه، باش نكونوا في اونيت ان سي فولي. ما نقدروش نسمعوا طرف ونخليوا طرف واحد اخر، ما تصلحش. هذه هي، شوفوا كي تشوفوا صحفي راح سمع طرف واحد برك وما سمعش طرف ثاني، لازم تقولوا له يكمل خدمته. Il n'a pas terminé son travail. Parce que le travail d'un journaliste, c'est qu'il s'écoute tout le monde. Jamais le monde. Et il laisse l'opinion publique. Mais pour qu'on puisse écouter juste un tarif. Il y a juste une chose. Il y a une chose que je dis à les gens. Et les gens ne sont pas d'accord. Donc, on écoute un tarif. C'est ce qu'il a dit. 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 نخليو السيد هذا كان خويا الامانه نتاعك توصل ان شاء الله، ونروحوا للطرف الثاني. والطرف الثاني يعني يرفض، يقول لك انا ما نتكلمش، ومن حقه ما يتكلمش، من حقه ما يتكلمش. بصح هو مسكين يدري كي ما يتكلمش، حنا ما نخدموش خدمتنا، وهذه هي الغلطه، هذه هي الغلطه نتاع الناس المسؤولين، ونتاع حتى يعني واش نقول لكم، ان الناس اللي عندهم مسؤوليه، واللي واحد يروح لهم الصحفي يفتح له الميكرو ويقول له يا اخي ارام يقولوا باللي ها واش راه واش هو الاخر. السيد يقول يا خويا انا ما نتكلمش، ما نتكلمش. إيه كي تقول انت ما نتكلمش، من حقك ما تكلمش، وحنا يا نقولوا باللي رانا اتصلنا بالطرف الثاني ورفض باش يتكلم. بصح من بعد كي تسمع لا فيديو ولا تسمع ولا جورنال يخرج، ها كيما دارها خطر واحد السيد الله يسامح له على كل حال، واحد السيناتور نعرفوه مليح، وكيما قال واحد السيد هذا السيناتور بوتيتر بوتيتر ما نحبش كي ندير الخير، ما نحبش نهضر في الناس، سي غراس موا هو اللي كيما قال واحد طلع ولا البلاصه هذه. صارت مشكله، انسان قال باللي السيناتور هذا تعدى عليا، تعدى عليا كيفاش؟ قال لك حبي ديري حوايجي، وهذا الطرف اللي يتكلم ما نكرش، قال باللي حتى السيناتور هذا راه ما عطاولو الورق، ما نكرش. دونك انا واش درت؟ سمعت الطرف هذا، سمعتو، وكيما قال واحد وقال ها واش صرالي، ها واش صرالي، ها واش صرالي، وعندي كتاب يبين وشي كامل الشيء اللي قالو كامل، مي سامبلومون يتهم ها السيناتور بالنفوذ، قالك السيناتور هذا عنده نفوذ، وعلى هذا انا العداله ما حبتش تعطيني حقي. صح، كي هضرنا مع العداله، العداله ما حبوش. هضرت مع النائب العام، النائب العام قال لك اخويا انا
ما نهضرش اخويا واروح لي لهنايا يا اخي. قلت له انا نجيك للمكتب نتاعك بور علاه يعني وش هو وهاني نهضر معاك واش كان. هاني عطيتك يا خويا شكون انا وقدمت لك روحي وكذا ومنا. قال لي يا خويا بصح شكون اللي يقول لي انت صحافي؟ معليش. قلت له شكون يقول لك انت صحافي؟ هاو نعطيك الرقم نتاع الجورنال ونعطيك الرقم نتاع ريداكتور اون شيف ونعطيك الرقم نتاع ديريكتور دو ريداكسيون ونعطيك الرقم نتاع ديريكتور دو لا بيبليكاسيون ها وعيط لهم. قال ودي هاو كاين السيد هذا منصف رضا راهو يحب يتكلم معايا اسكو صحافي ولا ماهوش صحافي. هذه وحده. ثانية نعطيك مهلة الغدوة انت راك نايب عام عيط كيف اسمه الشرطة ولا عيط للدرك الوطني ولا عيط للأمنيين كاملين. قالوا ولدي ماذا بكم تحقوني في سيد هذا صحفي ولا لا؟ اه ما كاينش معليش يا سيدي نعطيك نروح معك بعيد خلاص. عندك مقال نديره لك يخرج غدوة؟ قالك ما عنديش. هما لا اعطيني التصريح نتاعك واش قالك يا خويا ما حقك ما سي بون خلاص كتبت انا باللي السيد نايب العام ما حبش يتكلم وما حقو ما يتكلمش. بقى الطرف شكون؟ الثاني هو سيناتور. عيط له الاثنين ما كانش خرج لك. ثلاث ماهوش في المكتب نتاعو. الاربعاء عنده ميسيون. الخميس ما جاش. من بعد واش خليت الوصيه لا سيكريتير نتاعو برينسيبال قلت لها مدام انا كنت باش ندير بابي يخرج لا سيمين هذه. بصح لا سيمين هذه ما يخرجش. علاش؟ باسكو ما قدرتش نتصل بالسيناتور. الحد ما كانش، الاثنين ما كانش، الثلاث ما كانش، الاربعاء ما كانش، واليوم الخميس ثاني وما كانش. ماذا بك كي يدخل قولي له يتصل بينا في الجورنال ها خاطرش رانا نحبوا نسمعوه في موضوع راح نكتبوه ويخرج في السمانه الجايه ان شاء الله. اذا من الحد ما اتصلش بينا وهو الرقم نتاعنا جاب رب العالمين ما عطيتوش الرقم نتاعي البيرسونيل البورتابل باسكو كانوا خايبين يقول لك اعطيه البورتابل نتاعك ما نعطيكش البورتابل نتاعي ما نعطيكش. كما كانت واحد الاخت وقيله يا ما عرفوش من بلاصه يا ربي لا دايره تاع لا دايره نتاع يا ربي نسيت في سطيف في جميله قالت لي الرقم نتاعك ما خرجش في لافيشور. قلت لها نعطيك الرقم نتاع جورنال تحبي نعطيك الرقم نتاع جورنال؟ قالت لي نو نحب الرقم نتاعك. قلت لها لا ما نمدلكش الرقم نتاعي بريفي. هذا رقم بريفي تاعي نعم انا نمدو لحبابي ونمدو لصحابي ما نمدوش لاي واحد يا اخي سيتو. دونك هاو عندك النيميرو تاع جورنال عيطو جورنال سيتو. ها السيناتور هذا ما عيطش السنينه الاثنين ما كانش دابا درت لارتيكل تاعي وخرج. كي خرج لارتيكل كانوا بزاف الناس اللي شافوا لارتيكل قالوا له يهز الطوموبيل تاعو ولا مرسيدس ويجي لطاهر جوز. يجي المدير يغلط المدير قال له السيد راهو هددني هكا بعد الكلمه هذه. والمدير غاض الحال قال كيفاش صحفي هدد سيناتور الوغ واش هدك واش قال لك؟ قال لك نقتلك قال لك نضربك قال لك اعطيني الدراهم. هذو كل ما قالهمش. اذا قالهم لك كنت تروح للعداله مادام راه هدك وانت سيناتور. ايوا واش سيناتور لازمك تروح للعداله. التهديد نتاعو واش هو؟ قال له راه قال لا سيكريتير لو كان ما يعيطناش منا الاثنين رانا نحطو رانا نحط كيف اسمه الارتيكل في الجورنال. اذا هذا تهديد قال له يا اخي هاي العداله قدامك. سيد او كونتخيغ سيد راه سناك الاثنين ما كانش كان ثلاثه يدير الارتيكل نتاعو. الثلاث ما كانش سناك الاربعه الاربعه ما كانش سناك الخميس. ميتا ما حبش تهضر مع الصحفي وعلى هذا الصحفي ماهوش حيسناك عام كامل باش يدير الارتيكل نتاعو الا في سون بابي. وهاو المقال اعطينا جمله فيها تهديد وراه قال باللي اتصلت بالسيد تقريب من الاثنين حتى الاثنين ما كانش. قلت له جو با وين التهديد. دونك فو سافي فيو كيفاش الناس يلعبوا على الاخر. هو واش يدري؟ هو يدري كي ما يتكلمش الارتيكل ما يكونش. لا يا اخي العزيز احنا واحد لا يحبسنا شكون اللي يحبسني؟ ديريكتور دو لا بيبليكاسيون سيتو. هو اللي يقدر يقول لي ما يفوتش البابي مسؤوليته سيتو. مي بلاش ديريكتور دو لا بيبليكاسيون واحد ما يقدر يحبسني باسكو انا نخدم خدمتي ونعرف واش نخدم. بون نرجعوا للموضوع هذا. الموضوع هذا كما قلت لكم ما قدرتش باش نتصل بالناس اللي كما قال واحد لي زاكوزي. لي زاكوزي شكون هما؟
هادو اللي عنفوا الطفله هذه في السيران، والطفله تقول عندها قصور. وعندي هنايا اللي كنت نسمع دوكا في الفيديو اللي حطها واحد السيد، بصح انا ما نعجبهاش باسكو من حق السيد هذا تولي فيها دوا دوتور، تولي فيها دوا دوتور. الناس اللي يحبوا يشوفوها يروحوا سيغ الفيسبوك نتاعو ولا يروحوا سيغ الاخر يشوفوها على روحهم. انا شفتها مي ما نعجبهاش، احتراما لهذا الزميل هذا. وكيما قال واحد يحب يروح يشوفها الطفله ولا ديالك ما ترقدش في الليل وعندها كورسور وعندها كيف اسمه وريفة في راحت لوبيتال وشافوها دي بسيكولوج وصراو فيها. صح معليش، هالقضيه شكون اللي تفريات فيها العداله؟ مي حنا نرجعوا دركا للعنف في المدرسه. ياك قلتوا باللي حنا رانا نديروا في التربيه الاسلاميه، وين هي التربيه الاسلاميه هذه اللي رانا نشوفوا واش راهو صاري في ليزيكول؟ المخدرات، العنف، الضرب، الجرح، السبان، الحوايج اللي ما نحبوش نهضروهم. وين هي التربيه الاسلاميه نتاعكم هذه راكم دايرينها في المدارس؟ واش جابت في النتيجه؟ واش جابت نتيجه؟ هذا في المدرسه، في المدرسه في في في, في واش يقولوا في البريمير، في كيف اسمه في مويان، في ليسي، في اليونيفرسيتي، رانا نشوفوا الا المشاكل السيئه، لا دروك، العنف، حاشاكم الخماش، وما نقولش حاجه اخرى، كل انواع الصفات. وانتم تقولوا باللي يا اخي احنا نديروا التربيه الاسلاميه، ولليوم ما حبيتوش تتراجعوا وتقولوا هذه التربيه الاسلاميه اللي رانا نديروا فيها احنا في ليكول راهي ما جابت والو في ليكول. حتى البرة التربية نتاعكم الإسلامية جابت لنا الإرهاب، جابت لنا الإرهاب سيتو. هذا ما كان. وسمعتوا هذوك النهارات شيوخها كيفاش يقولوا، ويقول لك حنا الدين نتاعنا نتاع الإسلام دين الإرهاب، لازمنا نرهبوا الناس باش يوليوا مسلمين ذراع. دونك المشكلة ماهيش في الطفلة هذه مسكينة، ماهيش هذه ثاني في هذا كيف اسمها هذا الاستاذه هذه ولا المراقبه ولا منا اللي يقولوا، ما انتوش نقولوا عنف الطفله، حنا نقولوا يقولوا باللي عنف الطفله باسكو حنا ما حضرناش. اونتر واحد يحضر ويقول هذه راهي بريكي، وانتر واحد يقول لي راهو كاينه بريكي محطوطه سيغ لو بيرو. دونك انا نقول باللي هم يقولوا باللي كاينه بريكي محطوطه سيغ لو بيرو، معليش باسكو ما شفتش، مي كي نشوفها نقول باللي راهي كاينه بريكي محطوطه سيغ لو بيرو. لو كان شفت هاد الاستاذه هذه ولا المراقبه هذه نتاع برقي تضرب في الطفله، نقول باللي راني شفت تضرب في الطفله، مي دوك انا ما شفتش. انا نقول يقولوا، راهم يقولوا باللي عنفوها، ولازمنا حنايا يعني نسمعوا الطرف الثاني باش يشوف ونهضروا معاه واش صرا قد قد، وعلاه الطفله هي تقول بلي ضربوني، وكيفاش خطرش. انا نقول لكم الحق يعني كان فيها شويه تلبسات، اسمحوا لي انا كصحفي وكعندي خدمه اخرى من غير الصحافه، ندير دي زونكيت. الطفله تقول ضربوني باش يقولوا بالبنيات يعني هكذا كود بوان، وتقول عندي كسور. ما نعرف دوكا كسور، لو كان طاحت الطفله تكون تكسرت، لو كان ديجا الناس اللي داروا هذا التحاليل وشافوا لي راديو وشافوا هذا منا ولعتوا لي راديو بلي فيهم كسور. انا نقول لكم الحق انا شويه مانيش فاهمه، مانيش فاهمه انا ما جو مي با اون دوت لا بريميرمون واش يقولوا هذو لي بارون تاع هذه الطفله هذه، جو مي با اون دوت، مي انا ما تدخلنيش راسي واحد يضرب واحد بوني يكسرو. ما نعرف هما يقولوا بلي الكتف نتاعها مكسر، بوتيتر موش بالضرب، بوتيتر كيما كان جو سي با داروا لها جيست كيما قال واحد خطفوها كيما قادر يكسروها هكا هكا قادر يكسروها وي، مي البنيه ما تكسرش. دونك بوتيتر بوتيتر اذا تكسرت صح راهو شغل داروا لها كيما قال واحد اون بريز نتاع كيما نتاع لي جيدوكا يقدروا يكسروها، اذا هكاك يقدروا يكسروها. بصح طفله كيما هذه صغيره كيما شفت هنايا وزيد طفله صغيره مسكينه بديت نعطيكم لكم اللبسه نتاعها. جو بيرمي للزميل نتاعي ما قدرتش نتصل به باش نقول له يا هل ترى
نقدر نهز غير التصويره برك. هي امها الطفله هذه يعني واش حاول لكم تقولوا اوني با اون الجيري، سمحوا لي والله غير تقولوا اوني با اون الجيري، تقول انا في افغانستان ولا ما نعرف وين جهه. واش تحبوا كومام نعطي لكم لا فوتو نتاعهم برك، هذا ما كان سون فار لا فيديو باسكو ما عنديش حق. سمحوا لي تفضل. فوالا الطفله راهي اون بلو والام نتاعها هاي منا، والام نتاعها هاي منا. هذيك الطفله مسكينه راهي في الكوليج باش نتفاهموا مليح، الطفله راهي في الكوليج ستادير مازالت مازالت حتى ميم با ادوليسونت، نجمو نقولو بلي سي اون انفون، مازالت صغيره خلاص. هاكم تشوفوا فيها كيفاش مدايره، فوالا شوفوا يدها كيفاش بالبلاطر. هاكم تشوفوا يقولوا عندها كسور، يقولوا عندها كسور. هذه لا راديو نتاع الطفله اللي يقولوا فيها كسور، فوالا هذه الطفله اللي عندها كسور في الجنب نتاعها. على كل حال سور لو براو تشوفوا فوالا فوالا فوالا. نكتفيو بهذا الشيء اللي شفتوه قدامكم، ونعتذر من زميل خاطرش هو دار ترافاي ما يصلحش انا نجي نديلو خدمته. على كل حال مي حنا نحبو اينيكمون نورو الراي العام برك. وانا علاش نعدت هذا الشيء هذا باش نجمو نقول لكم باللي ليكول يا ناس راهي في خطر. ليكول راه تاع الجزائر مش غير في خطر، عدوت من الخطر لهيه. علاش؟ باسكو خلينا لا بيداغوجي، خلينا التعليم، خلينا التربيه المدنيه، خلينا باش نخرجوا مواطن صالح. دركا رانا نخرجوا في مؤمنين، ونخرجوا في ناس نتاع دين، ونخرجوا في ارهابيين. هذا هو هذه ليكول الجزائريان. اللي ما نطولش عليكم بوركوا باسكو كاين بزاف مواضيع نرجعوا لهم، ومواضيع امبورطون نتكلموا عليهم مازالوا زوج. من بعد نرجعوا ان شاء الله كاين دين هنا.